بداياتي اخرب الكيك هوايه، حاولت اطور نفسي، بديت بكريمه عاديه وبعدين عجينه سكر وطورت طورت طورت، بس بعدين انه حبيت اتميز بما انه انا ارسم مثلا، تجيني فكره ببالي احب اسويها لكن طريقتي الخاصه، احب اصممها واسويها على شكل كيكه مهما كانت، يعني ما عندي اني يأس، فحاولت انه ابتكر طريقه هو تحدي الجاذبيه. سويت اول كيكه كانت لبنتي كتجربه الي، يعني فشلت بتركيبها، اسويها توقع ما اعرف ايش خلل بالتوازن، حاولت اطور واطور اكثر، الحمد لله ابتقنتها، اللي هي اول صوره نشرت لي على مواقع التواصل الاجتماعي هي كيكه الارنب، اللي كانت لبنتي اول كيكه لي تحدي جاذبيه، توفقت بيها والحمد لله، ما كنت متوقعه انه راح تنتشر بهذا الانتشار على السوشيال ميديا والناس راح تتقبلها وتحبها هوايه، لان شيء مميز ومطروق، خاصه الكيكه تحدي جاذبيه كلها كيك ما بيها فلين. طبعا اي البيج مالتي بيج على الفيس اسمه يلا ولا الكيك والتزيين، بكل اعمالي موجوده، اللي يحب يتابعني. جاذبية مال الكيكة، الفكرة والديزاينر اللي إجاني فكرة مالته هي تقريبا ما مطروقة بالوطن العربي، يسووها عادي موجودة هي لكن مو كيك مثبي، يعني فلين أو فتشي، فحبيت أتميز، ودائما أنا بأوقات فراغي أحب أدور الشغلات اللي مميزة بالكيك، لأن يعني أنا أحب الفنون الكيك كلش هواية. أول ما جتني فكرة الجاذبية عن طريق المواقع الأجنبية، اخذت مجموعه من عندهم وبعدين قمت اني اصمم الديزاينرات مالتي، وطبعا القوالب مال الكيك كلها اني اسويها. الزبائن بنشافوا اول صوره لي نزلتها مال الكيك التحدي الجاذبيه، هوايه كيفوا على الموضوع وهوايه استغربوا، قالوا شنو هذه شلون تسويها، نظرات التعجب والفرح بعيونهم كلش حبيتها، الحمد لله صار هواي قبول عليها، الناس كلش حبتها، وهواي ناس قاموا يجون يقولون نريد اوكي ديزاين فلان مناسبه، بس سويها على التصميم اللي يعني ما مطروق، يعني تصميم تحدي جاذبيه ما مطروق، انت صممي لنا اياه من هذا الشكل الى هذا الشكل، شفت فرق؟ واي فرق. مستحيل هاي هي نفسها هذه. انا طموحي اكثر واكثر ان شاء الله بلكي انه نصير ماركه مسجله عراقيه ميد ان عراق، او ان شاء الله اسعى انه يصير بلدي نمبر 1 بالوطن العربي او العالم بالنسبه للتطور. مثل ما تشوفون هاي الكيك قدامكم، طبعا هو دا يقولوني اينشتاين راح يقعد يلطم هسه يوم مخاض على قانون الجاذبيه، بس هي بالعكس هي اصلا جاذبيه، ماكو شيء بالدنيا يطير، اكيد كلنا نعرف بس الطيور تطير. خوش حكي احلى نحكي.